كلنا يا جماعه طبعا مع الزمن بنحتاج ان احنا جسمنا نخلص منه السموم. كيف عايزين نتخلص من السموم اللي موجوده في الجسم؟ طبعا كلنا بناخد ادويه، بناخد على مر الزمن بنشم حاجات وحشه، بيحصل ترسبات لمعادن ثقيله، مدخن، نيكوتين، في رواسب، حاجات كتير جدا بنحتاج ان احنا نطلع هذه السموم من الجسم. ومعنا طبعا مستضيفين الاستاذه فيروز والاستاذه ليليان. عندنا طريقتين يا جماعه، في الطريقه الاولى اللي احنا بنستخدمها اهل سينا، ملح الهيمالايا موجود عندنا في جبال الطور وجنوب سينا، ملح الهيمالايا بناخد منه ملعقه وبنحطها كده على ميه مغليه ونسيبها لغايه ما تدوب، وبنجيب شويه خل يكون خل عضوي، خل تفاح عضوي اورجانيك، وبنحط ما يعادل كوب. طبعا انا عامله بس بوريكم، وبعدين بنسيبه لغايه الميه ما تهدى شويه، ما تكونش بارده خالص، ونبدا نتعامل. هذا بيطلع المركب، هذا بيطلع ايونات وذبذبات بتعمل على سالب وموجب داخل الجسم، وبناء عليه عن طريق الاقدام بتسحب كل السموم اللي موجوده في الجسم عن طريق الدوره الدمويه. فاحنا اهو بنجيبه ونعمله وعلى ميه سخنه لغايه ما يبدا يبرد، وبعدين نبدا نحطه بالطريقه هذه على الاقدام، وننقع اقدامنا في الميه حوالي ربع ساعه. الخلطه هذه كلها بتتحط، وبعد ما نحطها كده بنفضل حاطين رجلينا حوالي ربع ساعه في الميه. الطريقه الثانيه هذا يا جماعه ملعقه من الزنجبيل على ماء اكسجين، ونفس الطريقه الثانيه بنحطهم على بعض وبنعملهم، لكن احنا بنفضل اهل سينا كلنا ومتعودين عليها من واحنا صغار ملح الهيمالايا والخل اللي هو الخل العضوي التفاح، كوب صغير مع ملعقه، هذه اللي احنا بنفضلها ومتعودين عليها من واحنا صغار. الطريقه الثانيه زي ما قلت لكم، عفوا عشان البوبة بس، اللي هو أي ماء أكسجين نصف عبوة زي هذه 3% مع ملعقة من الزنجبيل البودر الجنزبيل بس بابا، خد ونحطهم على بعض تفضل. وبعد ما نحطهم على بعض، طبعا أنا ما بفضلش الطريقة الثانية هي الزنجبيل وماء الأكسجين، إحنا بنحب الملح الهيمالايا، بيطلع أيونات سالبة وموجبة يا جماعة في الجسم، وبناء عليه عن طريق الدوره الدمويه احنا بننقع رجلينا ربع ساعه في الميه زي ما انتم شايفين، ونحط الماده كلها، طبعا بتكون دفيت وهذه ميه فقط، وننقع رجلينا. انه ممكن نعمل الموضوع هذا كل اسبوع، كل اسبوعين براحتكم. الدوره الدمويه الربع ساعه اللي بننقع فيها رجلينا بتسحب كل السموم، الشوارد، ترسبات لمعادن ثقيله، مدخن، نيكوتين، كل الامور هذه عفوا جوهر جدا يا جماعه. وبناء عليه نقدر نعمل الموضوع هذا كل اسبوع مره، كل اسبوعين، كل ثلاثه، براحتكم انتم، غير مضر باي حد، عن طريق الدوره الدمويه بيسحب اي سموم في جسمنا، وموضوع رائع جدا واحنا متعودين عليه واهلنا كلنا من واحنا صغار هنا في هذا البلد. وزي ما انتم شايفين اللون بيبقى كيف، وبعدين بنخلطه ونبدا نحط رجلينا، طبعا عشان اطفالنا مش عايز ازود لهم، لكن انا بعد ما احطه كله وانقع رجلي انا في ميه ثانيه، موضوع ناجع جدا وكويس وبطلع اي مشاكل من الجسم. وفيروز وليليان حبايبنا دهم، نقعنا لهم رجليهم، وان شاء الله ميمو كمان ملهم، وين فارس ما ظهرش، احلى مسا عليكم، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات ثانيه. الخل التفاح موجود في كل مكان وفي كل بيت، وملح الهيمالايا انصحكم بيه جدا يا جماعه، اكثر حاجه تسحب السموم من الجسم وتنظفه خالص. وهذه خلطه معتمده عندنا اهل سينا عشان موجود عندنا الملح هذا بكثره. والخلطه الثانيه اللي انا ما بحبش اجربها كثير اللي هي الزنجبيل مع ماء الاكسجين، لكن برضه في ناس كثير جربوها وممتازه جدا لكنها مختلفه خالص. المركبات هذه بتظبط الجسم وتسحب منه السموم عن طريق قدمينا، ومش محتاجين اي حاجه غير كده شويه ميه وننقع. ويا رب نكون استفدنا معلومه حلوه، ونشوفكم ان شاء الله فيديوهات ثانيه وقطاقيط الصغار. حلوه الميه؟ تمام؟ يلا سي هاي تو ذا كاميرا. يا رب نكون استفدنا معلومة حلوة، والسلام ختام. ماما